السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على أبو تريكة، وين قال أنه عيب ما يحدث للمنتخبات العربية في كأس أمم إفريقيا، ما عدا المنتخب المغربي الذي فاز في أول جولة تاعه، وإن شاء الله اليوم فريق يزيد يفوز يعني في المباراة يعني أمام الكونغو الديمقراطية. كيما راني باك فيديو ساكم روطار، رانا كملت بريمير ميطون مع المالي تونس، إن شاء الله بربي دوزيام ميطون تكون في صالح المنتخب التونسي. هذه هي وين شاهدنا أبو تريكة، وين الداند تاعنا هذاك بو كلبة والآخرين، وين عاودوا نقلبوا يومين قبل ولا قالك ابو تريكة ما يعرفش البوله، هو لا ابو تريكة وراه يهضر. ومن بعد ابو تريكة قال له يا ودي يا بالماضي هذا التغييرات اللي دير فيهم ما نعرف مين جايين ولا مين داخلين ولا اي نقلبوا عليه، لازم تهدرس الحقيقه يا واحد يا حمار الوحشي، يا حمار الوحشي هذا ابو كلب هذا، يا حمار الوحشي يا والميدان هو اللي يكشف شقدك تكذب، شقدك تكذب يا اروح نقول لك اروح واحد الحكايه غادي نقولها لك قدامنا نبدا في الموضوع تاعنا. ماذا بكم بارطاجونا، عطونا لي جيم ولي كومونتير. حنا قدامنا نبداو، قال لك واحد الخطره، قال لك واحد كان صغير عرضوه في ارس، راح مع اصحابه، راح لواحد الدوار ولا فيلات ولا راح له مسكين حزقها، قال لهم طرط كتير راحت فيه، ولاو يعيطوا له حماني تيرر راحت في حماني تيرر راحت حماني تيرر. جا وقت ما يتزوج ما يعرفوش نسابو يعني من مدينه بعيده، كي جات مرتو مسكينه جاك راهي ايو، قالوا له بلي هذا عنده اسم يسموه تيرر، خافت هي قال تيرر هذا بين حيه كبيره. تزوج ولدو طايفين، وهاد الخطره امو تحكي قال لها طفل، قال لامو قال لها كيفاه با يعيطوا لها حماني تيرر، قالت له روسك سي صحابه كبار مزارو اللي يجمع معاهم، راح هارا عند الجماعه هذو قال لهم، قال لهم با يقول لكم، قال لهم يا درا الشيباني كان رجله من بكري خاطش يعيطوا له تيرر حماني تيرر. يا ودي قالوا له باباك مسكين ما رجع العام والو، قالوا له غير واحد الخطر وحنا العرس حزقها كي رابال حزقها مسكين كلا الطعام بزاف بالرايب، حزقها مسكين حاجاكم حزقها هيا سميناه تيرر. ها راه خبر امو، ها دخل هذاك جاي مع العشيه كيما هكا من الخدمه دلك معاك عيشة، قالت له مالك الحزاق، يا وتعيا وتبان بلي حزاق، تعيا وتبان بلي حزاق، هذه هي الحزاق، هذا الحزاق يعيا ويبان تاعكم، شقدك تكذب، ها راه وين هذاك بوك هذاك المخنث ودار على الزليله، على المشرف تاعكم، ولا كان يقول له ما تروحش تخلينا، ما تروحش، الزربه تاع النهار اللي خسرنا مع الكاميرون، ما تروحش تخلينا تل 2026، يقول تل 2026، قلت لكم اللي يدوروا هذو يدوروا نورمال. هذو يدوروا نورمال عادي يدوروا عادي، خاطش على عنده قناة، أنت تحسب باللي مين بدا يهدر بالماضي ورانا مع بالماضي، أنت تحسب هو يبيع لك فماك في الكاسات اللي الغنية اللي تبغي تسمعها تشوفوا عشقها ما دار فيا، هذه هي تبغي يمدلكم واش نتوما تبغوا تسمعوا برك هذا مكان. نتوما تخلطوا شوبير أنا وليت نقول بالماضي، ضخ ديما جديدة، جيب اللعابة، دير منا. نتو هما دوروا ولا يقولوا شوبير يكره بالماضي، انا ضد بالماضي بصح كان كرهو كانسان كرهو ليه ضده وصايك، خاطر انا ماشي مدرب، انا ديريكت انا هذه هدرتي ما غاديش ندس نقول لك بلي ماشي مدرب، صايك ماشي مدرب، سبحان الله بان بلي ماشي مدرب. الامكانيات اللي وفرتهم له الدوله يعني وفرت له كلش، واغلى مدرب في افريقيا، الدراهم يدي فيهم، الترامبوس يعني اعلى مستوى، تاع بوركينا فاسو تاع موريتانيا راهم يردوا في ثلاثه في رحبه، ثلاثه يوم ساكنين في البراري،
راهم يباتوا في البرانيك ربعه خمسه تاع الزواره في رحبه. حنا ياكل زوار تصويرته والسرير تاعو والتصويره تاعو والدراب بالك 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 يضربهم يضربهم تضربهم تضربهم لاغريب بالسياسه عليهم غير بالسياسه عليهم المدرب بالسياسه خرجوا بيان بالك في بالك قريب بشهر لازم توقفوا مور المدرب وبكاش لي يهدر صح بكاش لي يهدر منا منا علاقة غمضوا عينيكم ما تتفرجوش دو ماتش عميكم ما تتفرجوش فيهم غمضوا عينيكم علاقة علاقة دخلها في الحيط راك رايع جاية نعاودوا نولوا وين نولوا ابو تريكا يعني وين ابو تريكا اصبح عدو عند الهيثم عند الماتش يتعاون ابو تريكا ابو تريكا وين صبح يعني عادوا عند ابو كلبه عند الهيثم الهيثم وقاعد ينتقد في ابو تريكا على بالك بلي ها الناس ها الله غالب اش غادي يدير الله غالب بنادم ينتقد لك في ابو تريكا تاع على بالك بلي انت ابو كلبه ولا الناس اللي ولاو يعايروا في ابو تريكا على بالك بلي ابو تريكا هدر لك حاجه صار لك الحياه تبان في التيره تبان من بعد تبان ما يتقلق هو ما يسمعش بيك غير انت راك داير تهدر هكا ابو تريكا على بالك هدر هدره باينه في التيره ماشي شكام ماشي شكام خاطر انت كون نخسروا دوزيام تور ولا نخسروا انت تخرج تعاير بالماضي فانيك نورمال تدور على بالماضي كيما ذاك هذاك المخنث هذاك مسيده مال كذاب ذاك الحلوف غوص ولا عارف بالماضي البارح هذه هي وبعد تعيط لهم بعد تعيط لهم الو هي مالكم يعاودوا يدوروا فانيك غادي موريتانيا غادي نربحوها نورمال غادي تشوفهم يخرجوا يذبحوا نورمال تحسب باللي ربحنا الارجنتين هي غير موريتانيا برك مساكين غير موريتانيا برك غير موريتانيا برك بيناتنا مزيه خسروا مزيه خسروا راحوا ما عندهم حتى حجه يعطونا مام غادي ياه نورمال عادي ما يغبنوناش ما يغبنوناش انا نقول لكم موريتانيا برك هذا بك قولوا المدرب قولوا له فريق موريتانيا عمرها لا ربحت على بالك قولوا له مكلف بالاعلام قول المدرب قول له بلي يا ودي موريتانيا عمرها لا ربحت في حياتها في دوره لعبات ثلاثه تاع ثلاث دورات عمرها لا ربحوا مساكين ما مرك صح بالك مركوا دوبيت اول مره يمركوا دوبيت ما مركبش كاع هما وانتقد اللاعب الدولي المصري السابق ومحلل قنوات بي سبور محمد ابو تريكا المستوى المنتخب منتخبات الوطنيه يعني هو المستوى المنتخب الوطني الجزائري بعد تعثره اليوم امام منتخب بوركينا فاسو في لقاء الذي انتهى بتعادل هدفين لهدفين وقال ابو تريكا عيب ما يحدث للمنتخبات العربيه في كوت ديفوار اين الاراده اين حراره اللاعبين نعرف تماما حالة المناخ في الكوت ديفوار لكن العمل الخبرة يلعب دور مهم لماذا انتظر حتى الجولة الأخيرة للقيام بحسابات التأهل اش غادي تقول لهم هذو الله غالب عليهم وبعد تسيب يخرج واحد عمره لا مارس كرة القدم عنده لسان خرج يهدر عطات لهم باللسان يا صايد هذا مكان هذه هي اخويا كاش حاجة أخرى يا هلاول والله مشكلة وصحيك يا عاودين نشوفو أنا نهدر ونشوف في تونس 53 دقيقة الله أيوا دمرو خاوتي دمرو وأنا بزاف ولو يعرفوا بلوطة ما يهدروش يقول لك باللي على بالك هما شاف قاطبينها في محرز محرز راه فيه شهر وقيل ولا شهر ونص وانتوما محرز يستاهل 100 جوال محرز ها محرز اختو كيفاش ولا اربيت ولا تاع البار المدرب تاعك ولا تاع قال لك كاينه لمسه يد
على باش بلي كي تضرب فيه الارض وتطلع ماشي بيناتي. راه لونتينر تاع بوركينا فاسو يضحك 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 يضحك. ما تنساوش تعطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.